هنا في شرق المملكة، ومبكراً رسمت أولى خطوات المهرجانات السينمائية السعودية. إنه مهرجان الأفلام السعودية بنسخته العاشرة، كان أساس هذا المهرجان هو مسابقة أفلام السعودية التي أطلقها أحمد الملا عام 2008 بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالدمام ونادي الدمام الأدبي. وبعد توقف دام لسبع سنوات تحولت المسابقة إلى مهرجان أثبت حضوره واستقطب المواهب والأفكار والأفلام السعودية، وأصبح مناسبة سنوية تجمع الأعمال الإبداعية. والآن تتوج الجهود بعشر دورات من المهرجان، ويقدم في دورته هذه شكلاً مختلفاً للأفلام والأعمال السعودية، عروض وورش تدريبية ونقاشات سينمائية تجمع أهل هذه الصنعة مع جمهور يناقش ويحلل ويطرح الأسئلة. سيعرض المهرجان 76 فيلم، يتنافس منها 53 فيلم على 36 جائزة، وكذلك تقدم فيه 10 ورش تدريبية في مواضيع صناعة السينما وفنيات النص والصورة. جمعية السينما ستطلق خلال المهرجان أول موسوعة سعودية للسينما، تتكون من 22 كتاباً ساهم في تأليفها كتاب عرب وسعوديون، وكذلك سيكرم المهرجان الفنان عبد المحسن النمر تتويجاً لمسيرته الفنية التي استمرت 4 عقود. وتحل الهند ضيف شرف للمهرجان بدورته لهذا العام، فالضوء عابر للحدود ومتجاوز للجغرافيا، والصورة هناك لوحة فنية تغزل خيوط التبادل الثقافي.